لخبر آخر، وهو الدكتور هاني حرب، وهو المشرف العام على تنسيق جامعة الأزهر، قال بأنه عدد الطلاب اللي يسجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى من تنسيق القبول بكليات الجامعة بلغ 38,000 طالب، وده في رابع أيام فتح باب التنسيق واللي بيستمر لمدة أسبوع، وهو أيضا ما تجاوز نصف الطلاب الناجحين بالدور الأول، حيث أن عدد الطلاب الناجحين من الدور الأول بالثانوية الأزهرية يبلغ 64,745 طالب وطالب. من جانبه قال الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر بأنه التنسيق سيمر بثلاث مراحل، هيبدأ المرحلة الثانية عقب ظهور نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، وتخصيص أيضا المرحلة الثالثة للمتخلفين من تنسيق الدور الأول والثاني، ولتعديل أيضا رغبات الترشيح.